بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم منصف، ديما مع الروتين تاع الطيور تاعي، طريقة التنظيف الجيدة للمشربيات، لا بيفات، المشربيات الصح هو هذه هي اللي تتعرض للأوساخ بكمية كبيرة. طريقة تاع التنظيف هي طريقة سهلة خلاص، لكن كاين شرط. الطريقة هذه سهلة، انه هذه نحطها الساعة من هنايا في ماء سخون. ما هذا عنده درجة حرارة عالية في السخانة، يتسخنها في باسينة والله على نار، او انه يكون عندك والله شوفبة، يكون عندك شوفبة تانية هي حاجة مليحة. هادو البلاستيك هذا الداكن الغير شفاف، هذا نحطه في الماء سخون. كاين هادو وكاينين اللي قودي، كاينين هادو اللي قودي، هادو تاني ماء سخون. اما البلاستيك الشفاف، الطريقة تاع الغسل تاعو سهلة، باستعمال الفرشاة هذه تحط في الماء، تحط لهنا تدخل مليح في الماء هكا لهنا، تحك مليح تشدها وتزيد تحطو في الماء لهنا، يقعد في الماء على الاقل وحده ما بزمان تغسل، كاين اللي تقعد 20 دقيقه كاين، ومن بعد تحطها تنشف. هذه الطريقه، وما فيها والو الا كان حبيت تضيف بعض المنظفات مثل ايزيس، هذا عادي. والله كان اللي يقول لك بالجفال، الجفال ما تستعملش، ما تكثرش بزاف من الجفال. الجفال خطره في 6 شهور، كيما انا على مدار السنه ندير زوج مرات برك نخليه في الجفال لمده ساعه او ساعتين، لانه الجفال هو ماده كيميائيه، والجفال من الاحسن ما تخلطوش مع الايزيس، لانه الايزيس فيه النيون، فيه غاز النيون، والجفال مش مليح يتلاقى مع غاز النيون، لانه الجفال فيه الكلور كي يتلاقى مع غاز النيون، المادة هذه كي تعود مركزة بزاف ما يخدموا بها حتى المتفجرات، وهي مادة قاتلة بزاف اللي ضرت لهم عينيهم. من الأحسن أنا كي نغسل لي بيفات تاعي نغسلهم بالماء عادي، المهم مع الفرشاة هذه وبالماء عادي. طريقة سهلة جدا، وهذه تكون عدات على الماء السخون قبل تغسلها في الماء البرد، ونذكر نخليه ينشو مليح. عاود تحطها لهنا وانا بلاصه نغسلوها، بعد ما يقعدوا في الماء السخون وحده حتى 20 دقيقه من الساعه، نحلو نحيو الماء السخون. شو اخواتي اخواتي، كي تعود قاعد تغسل بالماء سخون عالي، درجة الحرارة عالية جدا، بطبيعة الحال قنوات صرف المياه على بالنا واش كاين فيهم، من الأحسن الإنسان يذكر اسم الله عز وجل، لأنه البيوت هذيك ماهيش بيوت تاعنا، حنا بكل نعرفو البيوت تاع من،
باش ما نسبولهمش في ضرر، باش مرة أخرى ما يتسبولناش هما في ضرر. نظن راكم فهمتوني مليح. هاد البلاستيك هذا كيتحطو في قبل ما تحطو في الماء السخون كيتمسحو، كتلقاه مزيت، كيتحطو في الماء سخون لمدة 20 دقيقة والله يروح له هذاك التزيات هذاك. نعاود نغسلوه بالماء بارد عادي تاع الحنفية، ماء بارد عادي تاع الحنفية عادي هكا، ونحطو في وسط الماء يزيد يتشمل، يكون تشمل مليح. هذه هي الطريقة سهلة جدا. وش هو الشرط؟ شرط نوعية البلاستيك هذا، ماشي كل كيف كيف. هذه النوعية هذه هي النوعية العالية الجودة، لا مارك دو جيال تاع إيطاليا. الشركة هذه نحترمها بزاف، ماشي اني قاعد ندير لها في بيبليسيتي ولا قاعد ندير لها في حاجة، حتى ولو كان ندير لها بيبليسيتي تستاهل لانه مساعدتنا بزاف. لانه الصناعه اللي هنا اللي نشري لهنا تاع لوكال، صدقوني غير البلاستيك يحكم الوسخ لدرجه ما تصوروهاش. هادو كاين حتى اللي نخدم بها ربع سنين وانا نخدم بها. نعطيك مثال، هادو خلينا عادو جدد، هادي عندها اربع سنوات. ها النوعيه عاليه. تقدر تخدم بها حتى 5 سنوات. بعد ما تخلص تحطهم هكا في بلايص ينشفوا. الصورة راهي باينة بيسك الغرفة راهي مظلمة. نحاول نشعل هكذا. تقدر في الصباح تستعملهم عادي والله الا يقعدوا حتى يومين. علاه من الاحسن انه تكون مشربيه ناشفه باش تستفاد بالماء تاعك اللي حطيته في القاروره تاع الطين، يكون ما حي تستفاد منه، ما تكون حتى قطرة تاع ماء من الماء الحنفية والله. هذا هو القصد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.